الدرس الرابع: لابد أن يتيقن المؤمنون أن بعد العسر يسرا، إلا أنه يجب على المسلم أن يصبر ويحتسب أمره عند الله ويسعى دائما إلى الخير، فكما عوض الله رسوله الكريم بعد اشتداد المصائب عليه ونصره، سوف يكون حال المسلمين في حالة ما إذا قاموا بالدفاع عن الإسلام ونصر الله ودينه. واجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى من اليهود والنصارى والمشركين. الدرس الخامس: على المسلمين أن يجعلوا نصب أعينهم قول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، حتى تكون لهم عونا لإظهار الصورة الصحيحة لدينهم الإسلام، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم رغم إيذائهم له أشد الإيذاء، بل دعا لهم بأن يغفر لهم فإنهم لا يعلمون، وبأن يشرح الله صدرهم للإسلام. وليكن هذا شعار المسلمين دائما وسلوكهم، حتى تتحدث أفعالهم عن إسلامهم وسماحته في العالم. الدرس السادس: أن يتذكر المسلمون حال اليهود المغضوب عليهم الذين ضلوا السبيل بمخالفتهم لأمر الله تعالى، وقاموا بخيانة الأمانة بإهمالهم لشريعته واتباع شهواتهم، فرفع الله عنهم عنايته ووكلهم إلى أنفسهم الطاغية المتغطرسة التي تحب السيطرة على العالم، فداستهم الأمم وقهرتهم الدول وشردوهم في الأرض، فلا وطن لهم مدى الحياة. فعلينا إذن نحن المسلمين أن نتمسك بشريعة الله وأن نكون أهلا للأمانة التي كلفنا الله تعالى بها، حتى لا نضل مثل اليهود، وحتى لا تجري علينا سنة الله كما جرت عليهم حينما ضيعوا الأمانة. سنة الله لا تبديل لخلق الله. الدرس السابع: علينا أن نعلم أن الإسلام دين عالمي سيظل إلى يوم الدين، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالرسل إجمعين في بيت المقدس في تلك الليلة المباركة دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ودينه هو الدين الحق الذي يجب على البشرية جمعاء أن تتبعه وتعتنقه، وأن أمته هي المرشحة لقيادة العالم إلى شاطئ النجاة في الدنيا والآخرة. الدرس الثامن: دعوة عامة المسلمين للتلاحم والتعاون للوقوف في وجه طغاة الأرض الذين يريدون إطفاء نور الله من وراء أقنعة مختلفة وكثيرة، هدفهم واحد وهو الحرب على الإسلام وأهل الإسلام ومحاولة القضاء على هذه الأمة الصامدة الإسلامية إلى يوم الدين. الدرس التاسع: أن يعتبر المسلمون من المشاهد التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء هذه الرحلة المباركة مشاهد تعبر عن حالة أمته، وخصوصا حالتهم بعد موته صلى الله عليه وسلم من تبديل والتغيير، فلا بد أن يتدبروها ويأخذوا منها الدروس والعبار، ويبتعدوا عن ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذوا بأوامره ما استطاعوا. الدرس العاشر: إن كيفية الرحلة وقطع هذه المسافة الهائلة بمقاييس العلم الحديثة للسرعة في جزء قليل من الليل لا من خوارق النواميس الطبيعية وقوانينها ونظمها، وكذلك أن هذه الرحلة تمت على البراق، هذا الكائن المشتق اسمه من عالم الضوء والكهرباء، ثم حدوث ذلك في عصر لم يكن فيه هذا التطور العلمي الهائل في يومنا هذا. كل هذا يفسر لنا موقف أبي بكر رضي الله عنه والفد
ووقوفه أمام إنكار قريش وعدم تصديقها لهذا الخبر العجيب، ويؤكد لنا يقين المؤمن الصادق المخلص الإيمان، فبمجرد إخباره بالخبر آمن بدون تردد قائلا: والله لئن كان قاله لقد صدق. ثم يخاطب قريش قائلا: فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه. وإقباله على الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن تفاصيل رحلته ويصدقه في كل جزئية منها حتى سمي بالصديق. أيها الأحباب الكرام، هكذا نرى أن معجزة الإسراء والمعراج مليئة بالمواقف التي يجدر بالمسلمين أن يقفوا عندها ويتأملوها بتفاصيلها ويستفيدوا من دروسها وأحداثها. وإلى درس مقبل إن شاء الله تعالى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.